دوما دوما تك دوما دوما تك احلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك. العوافي من ديمقراطية. 13 شخص من أهالي المخطوفين بأعزاز صدرت اليوم بحقهم استنابات قضائية والتهمة الموجهة لألهم الاشتراك بخطف الطيارين الأتراك. طبعا تركيا رح تفرح بهالخبر ورح يفرح رجب طيب أردوغان ويمكن يجي لهون يمكن. تيك تك تيك تك تيك تك. السلام عليكم دولة الرئيس ميقاتي. أهلا وسهلا سيد رجب طيب أردوغان، فاجأتني بصراحة. عرفت اليوم أن القضاء اللبناني أصدر استنابات قضائية بحق بعض أهالي المخطوفين اللبنانيين بأعزاز. صحيح، هالاستنابات القضائية صدرت لأنه شكينا بعلاقة الأهالي بخطف الطيارين الأتراك، ونحن بهمنا كحكومة لبنانية سلامة طيارينكم وسلامة العلاقة مع تركيا. طيب ممكن تجمعني بأحد الأهالي اللي وجه لهم القضاء اتهام بالخطف؟ أريد تطمين بالي على مصير الطيارين. طبعا شرف معي، رح خليك تقابل الحجي حياة. حجي حياة؟ مين يعني؟ الحجي حياة؟ أوه ما بتعرف الحجي حياة؟ اتفضل. هاي قطع امرأة خارقة، وندر وومن. مرحبا حجي حياة، الرئيس أردوغان حابب يحكي معك كلمتين. أبديش، لما بيرجعوا أهلنا من أعزاز بحكي معه. حجي حياة انتبه، في استنابة قضائية بحقك، ما تكبر راس. بعدين احتراما برمي صوبنا وحكينا. برمت بس ما بحكي مع أردوغان. حجي حياة. لا الحج حياة، والحجة نحن عاملين حجة. ومن قال أننا لا نمزح؟ تابعونا بعد الأعلان شو طلع يعمل الرئيس المكلف مساء اليوم بقصر بعبدة. تيك تك تيك تك تيك تك. منتابع ديمقراطية ومنقول العوافي للرئيس المكلف تمام سلام. العوافي العوافي. كل لبنان ناطر الجواب، شو طلعت تعمل ببعبدة عند الرئيس سليمان مساء اليوم؟ بصراحة عندي مسبحة غالية على قلبي ضاعت مني، طلعت لشوف إذا بآخر مرة زرت فيها فخامة الرئيس نسيتها فوق عنده. اه ايه، وشو حكيتوا عن الحكومة؟ أي حكومة؟ لا 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 ماشي، شكرا للرئيس تمام سلام، وخلونا هلأ ننتقل على معراب اليوم ونسمع حوار عن مقابلة مبارح. تيك تك تيك تك تيك تك. سمير، شو كان رأيك بمقابلة مبارح مع وليد على التيفي؟ اوه كتير 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 موفقة، ملكي كنتي مثل العادي. مرسي سمير، وشو رأيك بالمضمون؟ كتير 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 حلو، وأهم شيء قلتي إنه موضوع الطلاق بيناتنا اللي ذكرته جريدة الأخبار موضوع سخيف ومش حرزان وما بيستاهل الرد. يعني بيّن بالحلقة إنه الموضوع مش حرزان للرد؟ أكيد أكيد أكيد، واللي عجبني أكتر شيء إنك بالفقرة الأولى ومن أول الحلقة قلتي إنه الموضوع مش حرزان للرد. ايه سمير، ورجعتي بتاني فقرة شرحتي حيثيات موضوع الطلاق وبينتي انه مش حرزان للرد. ايه سمير، وبتالت فقرة من البرنامج فنتي بدقة الاسباب اللي بتخلي موضوع الطلاق سخيف ومش حرزان للرد. ايه سمير، وختمتي برابع فقرة بالتأكيد بالإثباتات والوقائع انه موضوع الطلاق خبر سخيف وما بيحرز للرد. برافو شريه. ايه سمير، والأسبوع القادم رح نعمل حلقة جزء تاني للتأكيد على الحلقة الأولى إنه الموضوع مش حرزين للرد. وليك يقبرني حبك. أنت حبي، حبي المؤبد. شري عم حس ما لا يحسه الآخرون. يي 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 يي. يي.
دمدمتك دمدمتك أحلى برنامج من دون شك دمدمتك دمدمتك بيحكي الحقيقة من دون عك دمدمتك دمدمتك لغز السياسي عنده الفك دمدمتك دمدمتك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دمدمتك دمدمتك من دون وقت وديك ورتك ديك ورتك ديك ورتك ديك ورتك ديك ورتك تك 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 تك